نحتفل اليوم بعيد ميلاد الكورب اللي حل في أول سبتمبر 2015، وحابين بكل شفافية نعطيه النتائج نتاعنا بعد عام. من بين النتائج اللي يظهرون مهمين برشا، أكثر من 377 شاب اليوم رقاوا خدمة أتخافيخ لسيرفيس دي كورب. نتائج أخرين، مشينا في عدة ولايات وعنات مشي أكثر من 5000 اتوديان اللي عطيناهم هالآلية هذوما للتشغيلية اللي خليوهم ينافسوا سوق الشغل بأكثر أرتاحية. زادها عن أنونس اليوم لديبار نتاع الكورب تور اللي باش يكون في 8 ولايات، باش نكونوا في قفصة، في توزة، في قبلي، في بيجة، في سليانة، في الكاف، في تطاوين، وفي مدنين، في إطار هذه الدورة الأولى للكورب تور، وين باش نمشي ونقابلوا أكثر من 1000 طالب شغل باش نعطيهم هالآليات هذوما للتشغيلية، كيفاش يعملوا سي في، كيفاش يعملوا أونتروتيان، كيفاش باش يفهموا أكثر سوق الشغل، باش يفهموا أكثر مطالب الشركات، نجموا ينافسوا بأكثر أرتاحية سوق الشغل.